ان ضيوفي هنا قالوا انه حضرتك ربيت اللي هو السؤال اللي بعد حضرتك ربيت التعبان، بمعنى انك بتشكو الان من مجموعات الالتراس وحضرتك استخدمتها قبل كده واستخدمت منهج الاحتواء والاحتضان والاستقوى. وبالتالي بتتكلم دلوقتي عن كل مأجورة، وانت اللي صنعت عنف الالتراس داخل النادي الاهلي، هل ده صحيح؟ ده اتهام يقدمني لمحكمه امن الدوله يا استاذ وائل. طيب ممكن نتكلم؟ طب انا عايز يرد بس على السؤال. اتفضل. انا هرد على السؤال. ترجع رد على السؤال ده. انا كيف احتضنت مجموعات الالترا؟ يعني انا عايز اعرف ايه الاماره، مين اللي شافني محتضن بتوع الالترا بيخطئوا وانا بهاجمهم؟ انا احتضنت جماهير النادي الاهلي، وانا كنت طول عمري من اول يوم بنتكلم على جماهير النادي الاهلي. وبالمناسبه دي سيؤخذ قرار قريبا جدا بانشاء مش عايز اسميها رابطه، عشان الرابطه بقت كلمه قبيحه دلوقتي. انا هينشا ما يسمى وده بالمناسبه دي احنا مقدمين هذا الاقتراح لوزاره الداخليه ولوزاره الشباب والرياضه منذ سنه. ازاي ننظم دخول الجماهير، وازاي نعمل الكروت، وازاي كل واحد بيخش النادي الاهلي او يشتري تذكره من النادي الاهلي او يشتري تذكره للنادي الاهلي يبقى معلوم هو مين وبيعمل ايه. احتضان الالتراس والاستقواء بالالتراس اين حدث ذلك في النادي الاهلي؟ اين حدث بقى؟